تبعيد الحلمي مشغل شويه بقى هي عشان هي فوق عندنا قرار هدم تاعها راه في سنة 2012 عندنا زوج أقسام ومطالبينهم وهم هنايا بالوثائق بكلش من وزارة التجهيز من كلش عطاونا فيها طالع عطاونا فيها جدار عطاونا فيها المطعم هذو كل وما تيكو ومن جا من البلدية ما على بالناش حنا وراه المشروع تاع هذا وراه تبنات في السبعينات أنا كنت حاضر فيها التبنات كان يبني فيها الشعب بالحجر روحوا طلعوا عليها ما تقدرش تقعد فيها طلعوا عليها لما كان يعطي ربي شوية تاع ثلج تهبط تخرجوا تشوفوا بعينكم يعني على كل حال والله غير راح يطيحوا الأقسام جيت أنا بناوي يقرا هنا وبنتي تسيق في كلاسة كيف تلميذ يسيق في كلاسة